بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع. إلى فقرة غرامير سنعرف هذه الفقرة لونو وسبستانتيف. طبعا لونو الاسم، سبستانتيف ممكن أنه يعني اسم أو كل شيء له علاقة بالاسم غير مرتبط بالزمن. إذن كما نلاحظ لونو أبليوسي سبستانتيف، إذن الاسم ويسمى أيضا سبستانتيف. إتامو فاريابل أو نومبر كي أولوي un genre masculin ou féminin. L'isme, appelé aussi substantif, l'isme aïdan yusama substantif, est un mot variable ou isme mutaharrik, maqsoud anna mutaghir, ou nombre. Taba'an, indama naqoul, ou nombre, fad l'hala natkallam al singulier ou le pluriel. Idan natkallam al mufrad ou le jam' qui a en lui, alladhi huwa fihi, qui a en lui un genre, qui a en lui un genre, alladhi yakun fihi un genre, kama naqoul nawa. ولكن المقصود به هنا ماسكولا او فيمينا، ماسكولا او فيمينا، يعني هذا الاسم ممكن انه يقبل يكون ماسكولا او فيمينا، ما يكونش غير متحرك مثلا. اذا نتكلم عن لونو، إلي لو بلو سوفون اكومباني دان ديتيرمينو، اي إل بو افوار دو نومبروز فونكسيون دون لا فراز، إلي لو بلو سوفون، إذا هو في الغالب أو في الغالب جدا اكومباني، يعني أنه يكون مرفوق. طبعا لو فار اكومباني فعل رافق. إلي لو بلو سوفون اكومباني دان ديتيرمينو، إذا هو في الغالب جدا أنه يكون مرفوق ب أن ديتيرمينو. طبعا لو ديتيرمينو المقصود به محدد، نتكلم عن لو أو لا، أو نتكلم عن أه أو إن، نتكلم عن دي، نتكلم عن أن ديتيرمينو. إذا هذا الإسم في الغالب جدا تيكون مرفوق بواحد لو ديتيرمينو كما ذكرنا. كما في المثال اللي عندنا في الأسفل لونفون، إذا عندنا لو أونفون، تكون عندنا كلمة أونفون مرفوقة بلو، لو أونفون كما نلاحظ إل أبوستروف، أو تكون عندنا لا أونفون طفلة. إلي لو بلو سوفون أكومباني دان ديتيرمينو، أي إل بو أفوار دو نومبروز فونكسيون دون لا فراز، وممكن أنه تكون عنده مجموعة أدوار، مجموعة وظائف دون لا فراز في الجملة. إذا فاش يكون هاد الاسم في الجملة ممكن ياخذ عدة أدوار، بحالاش؟ مثلا ممكن أنه يكون سوجي، ممكن أنه يكون فاعل. لونفون جو، الطفل يلعب، الطفل هو تيلعب، ممكن أن الاسم هنا يأتي فاعل. ممكن يكون أوبجي، جوبسيرفي لونفون، جوبسيرفي لونفون، أنا ألاحظ. طبعا نتكلم على لوفاب أوبسيرفي، أو كما عندنا هنا أنا أراقب. J'observe l'enfant. J'observe l'enfant. أنا أراقب الطفل. ممكن يكون هذا الاسم أتخبي. ممكن أنه يكون ميزة. سونيت أنكور كالونفون. ما يزال كما نقول إلا طفل. ليس لا يزال إلا طفل. إذن ما هو إلا طفل؟ نقول عن شخص بأنه لا يزال طفلا. نميزه، نعطيه ميزة بأنه لا يزال طفل. إذن ممكن أن هذا الاسم يكون أتخبي. أو يكون أبوزيسيون كما نقول تابع أبوزيسيون أو بدل، نتكلم عن بدل أو تابع. نقول مثلا فرانسوا إما ديجا لوشون، يعني أن فرانسوا كان من قبل يحب الغناء، أو كما عندنا هنا فرانسوا تو أونفون، فرانسوا وهو لا يزال طفلا إما ديجا لوشون، فرانسوا وهو لا يزال طفلا إما ديجا لوشون، كان يحب من قبل الغناء. ومنها مثلا لو فيرب شونتي فعل غنى، ممكن ان الاسم يكون كومبليمون سيركونستانسييل. عندما نتكلم عن كومبليمون نتكلم عن مكمل، ياتي في اخر جمله يكمل الجمله. اذا نتكلم عن كومبليمون سيركونستانسييل كما نقول ظرفي، كما عندنا هنا جو فواياجري افيك لونفون، انا ساسافر، انا ساسافر افيك لونفون، انا ساسافر مع الطفل. إذا هاد مع الطفل كما نتكلم عن متمم ظرفي، ثم ممكن أن الاسم يأتي كومبليمون دان نوتر تيرم، إذا نتكلم عن مكمل لكلمة أو لعبارة أخرى. إذا نقول مثلا لي بارون دو لونفون، هنا نتكلم عن لي بارون، لكن هنا نضيف كلمة أونفون فقط كمتمم. لي بارون دو لونفون سون لا، يعني نتكلم عن والدي الطفل انهم هنا، لي بارون دو لونفون.
إذن كلمة أنفون في هذه الحالة تأتي فقط كمتمم لكلمة قبلها. لي بارون دو لانفون سون لا، يعني أنهم هنا، ثم نقول ils sont fiers de leur enfant، يعني هم فخورين بطفلهم. لازلنا نتحدث عنهم هم، نتحدث عن الوالدين. ils sont fiers de leur enfant. إذن كلمة enfant كما تلاحظوا بأن متمم لكلمة أخرى. إذن كما عندنا هنا les noms qui désignent des êtres vivants et plus spécialement des êtres humains sont souvent variables en genre. Les noms qui désignent des êtres vivants et plus spécialement des êtres humains sont souvent variables en genre. Les noms qui désignent des êtres vivants et de l'asma التي كما نقول أنها تحدد أو أنها تشير إلى des êtres vivants، إلى كائنات حية، ولكن بالخصوص et plus spécialement وأكثر كما نقول خصوصية، المقصود وخاصة des êtres humains عندما نتكلم عن الكائنات الإنسانية. إذا نتكلم عن الإنسان، إذن هذه الأسماء التي تدل على الكائنات الحية وخاصة عندما تدل على الإنسان sont souvent variables en genre، يعني أن تكون في الغالب متغيرة من حيث النوع. ما معنى هذا؟ يعني المقصود أن هذا الاسم تيكون بإمكانه يكون مذكر أو مؤنث. نقول مثلا un instituteur، إذا نتكلم عن معلم أو مربي، ثم نقول une institutrice، إذا نتكلم عن مربية أو معلمة. إذا كما تلاحظوا لحساب النوع تتغير هذا الاسم، أو نقول مثلا un partenaire أو نقول un partenaire، في حالات أخرى لا يتغير. طبعا ممكن أن الاسم يكون non commun et non propre، ممكن أن الاسم يكون عاما commun et non propre، وممكن أنه يكون اسم خاص. un non commun، إذا الاسم العام est un nom que l'on utilise pour nommer tous les éléments d'un même ensemble. إذن الاسم العام est un nom، إذن هو واحد الاسم que l'on utilise، الذي نستعمله que l'on utilise، الذي نستعمله pour nommer tous les éléments، من أجل أن نسمي tous les éléments، يعني كل عناصر، من أجل تسمية كل عناصر d'un même ensemble، لنفس المجموعة. هي نفس المجموعة، تتكون عندنا واحد المجموعة العناصر المنضوية تحتها، إذن هذه المجموعة نعطيها اسم. نقول مثلا الإنسان، عندما نقول كلمة إنسان إذن هذا اسم، ولكن تدل على مجموعة ديال العناصر. نتكلم عن كل إنسان إنسان، إذا نتكلم عن مصطفى، نتكلم عن محمد، نتكلم عن علي، نتكلم عن ألباخ، نتكلم عن أي شخص ما. إذن هذه الأسماء هي أسماء خاصة لكنها تنضوي تحت اسم عام اللي هو الإنسان. إذن un nom commun est un nom que l'on utilise pour nommer tous les éléments d'un même ensemble. طبعا الأنسومبل هي الإنسان مثلا، ولكن les éléments هي عندما نتكلم عن علي، عندما نتكلم عن عائشة، نتكلم عن أسماء كثيرة، هذه الأسماء هي خاصة. ثم un nom commun a une définition، إذن طبعا الاسم العام عنده تعريف. عندما نقول ما معنى الإنسان، عندما نقول ما معنى الإنسان، إذن الإنسان هو كائن عاقل إلى غير ذلك، إذن سنعطيه تعريفا. ولكن عندما نقول ما معنى علي، ما معنى حليمة، هنا غيكون عندنا معنى آخر لو نون بروبر. إذن في هذه الحالة نتكلم عن لو نون بروبر، لوي نو سير أنومي كان سول إليمون. إذن لو نون بروبر، إذن الاسم الخاص لوي نو سير أنومي كان سول إليمون، يعني أنه لا يصلح. نتكلم عن الاسم نو سير، طبعا نتكلم هنا عن لو فيرب سيرفير، لوي نو سير، إذن هو لا يصلح أنومي لتسمية كان سول إليمون إلا عنصرا واحدا اليو. عندما نتكلم عن اليو
مثلا نتكلم عن مكان، عندما نقول مثلا ساحة جامع الفنا، عندما نقول ساحة جامع الفنا، إذن هنا حددنا مكان، مكان خاص. ولكن عندما نقول ساحة، هنا ممكن أننا نذكر أي ساحة ما، أو مثلا إن بيرسون كما ذكرنا قبل قليل، ممكن نقول إنسان، بهذه الحالة نتكلم عن أنو كوما. ولكن عندما نقول فرانسوا مثلا، إذن فرانسوا ستانو بروبر، إذن ممكنش نعرفه. إيل نا با دو ديفينيسيون، إذن ليس له تعريف. لي نو بروبر سيكريف افيك اي ماجيسكول، إذن الأسماء الخاصة سيكريف أنها تكتب افيك اي ماجيسكول بحرف في البداية كبير، إذن تكتب بحرف كبير، بحرف كبير. إذن لي نو بروبر سيكريف افيك اي ماجيسكول. كونتخيرمون اون كوما، على عكس الأسماء العامة، عندما نقول مثلا غابة وبها كازا، إذن هنا سنعطي أسماء خاصة، إذن تكتب بحرف كبير في البداية. أما الأسماء العامة عندما نقول مدينة، إذن هنا تكتب بشكل عادي. كونتخيرمون اون كوما، لا فيل ستانو كوما، لا فيل ستانو كوما، في الحالة تكتب بشكل عادي. كونتخيرمون اون كوما، على عكس الأسماء العامة إيل سون بلوا، إذن هي تستعمل. نتكلم عن لي نو بروبر اللي هي على عكس الأسماء العامة. لي نو بروبر نتكلم عن الأسماء الخاصة. إيل سون بلوا أنها تستعمل دون دو نومبرو كا، إيل سون بلوا دون دو نومبرو كا، إذن هي تستعمل في عدة حالات سون ديتيرمينو، بدون محددة، بلا ما نضيفو ليها لا لو لا 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 اون. لا نقول مثلا لو فرانسوا، او نقول مثلا لا فرانسوا، اذا ممكن لناش نضيفو لها هاد لو ديتيرمينو، او نقول مثلا جي رونكونتري ان فرانسوا، يعني انا التقيت واحد فرانسوا، ممكنش. اذا نقول مثلا كاترين ايطاليفي لو نون بروبر كاترين، اذا كاترين وصلت، كاترين ستانون بروبر، إذن هاد لونون بروبر لا يمكن تعريفه، لا يمكن أن نقول ما معنى كاترين، أو مثلا نقول لو كاترين، أو بيان لا كاترين، إذن لونون بروبر كاترين، سومبلوا سون ديتيرمينو، أنها تستعمل بدون ديتيرمينو، بلا ما نضيفو لا لا لو ولا لا، على عكس لونون كوما. ثم لا سيكريتير إيطاريفي، لاحظ هنا لا سيكريتير إيطاريفي. إذا نتكلم عن المستقبلة، موظفة الاستقبال، إذا سيكريتيرا إيطاريفي، إذا هنا لا سيكريتير، ممكن أننا نعرف كلمة سيكريتير هي موظفة كذا وكذا، ممكن أننا نضيف لها لو ديتيرمينو كما نلاحظ مثلا لا، لا سيكريتير إيطاريفي، إذا السيكريتير أنها وصلت، إذا لا إي لو ديتيرمينو، إذا عندنا كلمة لا هي لو ديتيرمينو، هي المحددة. أرتيكل، أرتيكل كي أكومبان لو نو سيكريتير، إذا نتكلم عن أداة كي أكومبان، التي ترافق لو نو سيكريتير، التي ترافق الاسم سيكريتير. بيان سور سيكريتير سي ان نو كومون، ممكن أن هذا الشخص يكون سيكريتير، الآخر ممكن يكون سيكريتير، والآخر نفس الشيء. ولكن عندما نقول كاترين، إذن أكيد أننا نحدد اسما بعينه، إذن هنا تنتكلم على النون بروبر. طبعا في الفقرة القادمة سنستكمل مع لونو والحالات التي يمكن أن يأتي فيها. إلى ذلك الحين حياكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله.